برحب مرة تانية أعزائي المشاهدين، وببدأ معاكم حلقتنا اليوم في استاد بلدنا. لكن في البداية برحب بضيفي وضيفكم في حلقة اليوم، الكابتن ياسر الكناني المدير الفني لنادي المنصورة. منورني وشرفنا كابتن ياسر وضيف عزيز على استاد بلدنا. الله يخليك يا دكتور، سعيد ان انا اكون موجود معاك وسعيد ان انا اكون مع الجمهور العظيم من خلال القناه العظيمه. وخليني اقول بس حاجه بسيطه من خلال القناه العظيمه، ان انا يعني بتوجه لكم شخصيا للقناه كلها برساله شكر من خلال لاعبي الدرجه الثانيه، من خلال لاعبي الدوري الممتاز ومديرين فنيين. وبتوجه برساله بسيطه للاعبي الدرجه اللاعبي الممتاز بيه، بقول لهم ان انتوا اكثر حظ من اجيال قديمه او من اجيال سابقه. يعني دلوقتي الاهداف او الماتشات او التحليل بيكون موجود والناس كلها في مصر بتتفرج عليكم، خلي ده حافز ودافع ان انت يكون عندك طموح غير المكتب ليك، غير المكتب للفرقه، خلي ده شخصي ليك وعلشان ان انت تطلع دوري ممتاز وتفتقد مستواك. ودي فرصه سعيده ان احنا ان انا اكون موجود معاك في خلال برنامج شد بلدنا. سعاده لينا طبعا كابتن ياسر، نجم غني عن التعريف طبعا، نادي المنصوره، نادي المصري البور سعيدي، نادي اسمنت سويس، لعب دوري ممتاز وكان من المدافعين الاقوياء جدا في الدوري الممتاز، عشان كده هو منورنا النهارده وقراءه فنيه في الاسبوع السابع من الممتاز ده. لكن سريعا اتذكر معاكم نتائج المباريات في المجموعه الرابعه. جاءت النتائج على النحو التالي: قناة سويس مع غزل سويس القناة 2-0، منتخب سويس يتعادل مع دمياط بدون أهداف، أما الزرقاء فينهزم من كهرباء الإسماعيلية 0-1، أسمنت سويس ينهزم من الشرقية 1-2، المريخ يفوز على بور فؤاد بهدفين مقابل هدف. نتائج المجموعة الخامسة على النحو التالي: جبتة مع المنصورة تعادل بهدف مقابل هدف، أما نبرو فيتعادل أيضا مع سمنود بهدف مقابل هدف، وشربين ينهزم من طنطا 0-1، كفر الشيخ يفوز على بني عبيد 1-0، بلدية المحلة فوز عريض على الحمول بستة أهداف مقابل لا شيء. أما المجموعة السادسة والأخيرة فنتائجه على النحو التالي: الحمام يتعادل مع الأسكندرية للبطول بهدفين مقابل هدفين، الطيران يفوز على مكة الشباب قوم حمادة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما العبد دمنهور فينهزم من الأولمبي 2-3، مطروح يتعادل مع مالية كفر زيات بدون أهداف، أما مياه البحيرة فيتعادل مع مقير للأسمدة بهدفين مقابل هدفين. كابتن ياسر، سريعا على طول بندخل في المجموعة الرابعة، مجموعة القناة والإسماعيلية، طبعا اللي بتاخد الإسماعيلية والسويس ودمياط. النتائج هذا الأسبوع طبعا بسم الله ما شاء الله، الشرقية مع الكابتن خالد جلال حتى الآن بلا هزيمة ومتربع على القمة برصيد 12 نقطة، له 9 أهداف وعليه هدف. القناة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ودمياط في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 4 مباريات. سريعا في النتائج، يعني اجمالا قبل ما ناخد مباراه مباراه، كان الاسمنت مع الشرقيه مباراه قويه جدا، لكن الشرقيه استطاعت ان تفوز على الاسمنت في ملعبه مع الكابتن هاني الديب، وهو ايضا له 7 نقاط من 4 مباريات. المريخ يفوز على بور فؤاد، فوز القناه على الغزل فوز طبيعي 2-0، المنتخب مع دمياط التعادل بدون اهداف. المجموعه دي مجموعه شائكه جدا، وطبعا كان المؤجلات فيها كثيره جدا. نظره عامه للمجموعه قبل ما نتكلم فيها بالتفصيل. انا عايز اتكلم في حاجه، يعني انا لعبنا ماتشات وديه مع نادي المنصوره مع معظم المجموعه دي، لان احنا كان هدفنا ان احنا بنلعب مع الفرق اللي هي المجموعات الثانيه. خلينا اقول ان الشرقيه ليها وضع ثاني او ليها ريحه ثانيه، ليها طعم ثاني مع الكابتن خالد جلال، بصمته موجوده على الفرقه. من الموسم الماضي لعبنا ماتشين ليه سيستم معين، ليه اسلوب لعب معين. كابتن خالد كان برضه باك يمين، وانا كنت بقى مدرب فاهم جدا، انا بتشرف بقبله كبير بالتاكيد. هو كان باك يمين وانا كنت باك يمين، فهو كان مثلي الاعلى. فهو مدرب كويس مع فرقه كويسه، صغيرين في السن على الرغم من الامكانيات الى حد ما مش عاليه، الا ان هو ليه بصمه، اتوقع ان الشرقيه هيكمل كويس. في برضه عندنا فريق القناه، فريق كويس جدا. طبعا القناه ليه اسمه في الدوري الممتاز. خليني اقول لك يا دكتور في استقرار الموسم ده كده. ايوه خليني اقول لك يا دكتور ان يعني الانديه اللي لها تاريخ ومعظمها يعني لها قبل كده في الدوري الممتاز بيبقى لها تاثير كبير، بس لها تاثير كبير لو اللعيبه استغلت اسم الفرقه. ولو في استقرار في الفريق. لا بالظبط لازم يكون في استقرار، وخصوصا دعم المدير الفني من قبل مجلس الاداره، لان هو ده بيحدد حاجات كتير. تمام. نتمنى ان المجموعه ديت ان شاء الله تؤدي اداء كويس، لان هيصعد منها 3 في الاخر، هتلاقي المجموعه صعبه جدا جدا جدا. يعني الثلاثة من الأوائل من هنا هيطلعوا مع الثلاثة الأوائل من مجموعة القاهرة، هتبقى صعبة جدا. فربنا يكرم كده ويوفق كل الفرق،
وخليني برضه اقول ان في فرق جايه كتير، يعني الترتيب ده الى حد ما بيحط فرق كتير على المقدمه، كل قريب من بعض 12 10 8 7 يعني الدنيا قريبه من بعضها، لسه متغيرات كتير، والفريق اللي نفسه طويل هو اللي هيكمل معانا. طبعا مباراه المريخ وفير فؤاد الاهداف بتاعتها وهنشوفها بالتفصيل دلوقتي واحنا بنتكلم، وبتعادل مباراه المريخ وفير فؤاد قدامنا على الشاشه. طبعا انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف، كان احرز لفريق المريخ. طبعا نجوم جميله جدا بتلعب في فرقه المريخ، رامي المالح في الدقيقه 12 ومحمد عطيه في الدقيقه 65 وكان نهاد حجاج في لبور فؤاد في الدقيقه 41، وتم طرد جمال نوفل في هذه المباراه. المجموعه دي 10 اهداف في هذا الاسبوع، طبعا كان طرد وحيد كان من نصيب جمال نوفل لاعب بور فؤاد، وطبعا دي المباراه قدامنا على الهواء. الجميل في الامر ان دولت الفريقين بتوع بورسعيد اللي لغايه دلوقتي هقول لك ان المريخ البورسعيدي يعني ما اكتملش مبارياته حتى الان، وايضا المريخ باللون الاصفر وبور فؤاد باللون الازرق، يعني اقدر اقول لك ان المريخ البورسعيدي حتى الان لم تكتمل مبارياته، لا هو لعب ثلاث مباريات الزرقاء، طبعا بعد كده هنشوف برضه كان عندها مؤجلات، وبور فؤاد لعب ثلاث مباريات. طبعا ده رامي المالح الهدف. كابتن دكتور بس انا عايز اقول حاجه، لو عرفت الهدف هتشوف ان في شغل فني. الهدف من الهدف كورنر، ضربه ثابته قدر يتعامل تتفرج، يعني دي شيء متفق عليه، ده عمره يعني الهدف ما بيجيش كده علشان خاطر اللاعب يوصل المكان ده في المساحه ديت ويعملها بالعرض، يبقى هنا في تدريب وشغل من المدير الفني. بفرح جدا او بيبان جدا شغل المدير الفني او اي حد من خلال الضربات الثابته، لان الضربات الثابته في الدرجه في الدوري الممتاز دي عامل مؤثر جدا جدا. بالنسبه لماتش المريخ وبور فؤاد، ده ماتش ديربي الاثنين من مدينه واحده، لكن خليني اقول لك ان اهالي بورسعيد عندنا ثقه في ربنا كبيره ثم فيهم ان هم هيدوا انطباع كويس لكل مصر، ان ما حدث في مباراه الاهلي والمصري كان عابر، حاجه عابره ومش هتتكرر تاني، واعتقد ان هم الفرقتين بيلعبوا ويأدوا اداء كويس وعاطين انطباع كويس، والمباريات اللي هي داخل مدينه واحده بتبقى ديربي بيبقى فيها شد وجذب. في اسماء يعني نهاد حجاج لاعب انتقل ما بين اكثر من نادي ولعب دوري ممتاز وقدر يسجل، هيحرز الهدف في الدقيقه 41 يعني نهاد قدر يسجل ويعني ويدي خبرته للاعيبته على اساس ان هو يعرف لعيبه الدوري الممتاز ممكن يسيب انطباع كويس عن اللعيبه لو هو منضبط او ملتزم، وبعد كده بيدي الخبرات للعيبه اللي موجودين حواليه، لان الخبره مهمه جدا جدا جدا. هنشوف ادي الخبره زي ما شوف السلم ازاي صدق وصوب واتجاه القدم للزاويه البعيده، ده يعني من زاويه صعبه يعني ده من زاويه صعبه، ودي يعني دي تفوق مهاجم. احيانا الاهداف بتيجي يا اما من خطا دفاعي يا اما من تفوق مهاجمين. اتفضل. يعني زي ما قلنا نهايه حجاج، واحنا بنتكلم والمباراه قدامنا عندنا منتخب السويس مع الكابتن مين الفريد، ده يعني نادي جماهيري، وبحيي مدير امن السويس مره ثانيه المحافظه الوحيده اللي بتستقبل جماهير في الملاعب، وده شيء جميل جدا. ادي منتخب السويس عايزك تكلمنا عنه. في الزرقاء طبعا تم تغيير الكابتن طارق محبوب بعد الهزيمه من كهرباء الاسماعيليه، وتولى طبعا كابتن سميح بلبوله. خليني برضو يعني ايه الكلام بيجيب بعضه، خليني اقول حاجه، ان احنا في خلال تغييرات المديرين الفنيين بيبقى احيانا لعدم توفيق او احيانا لظروف معينه، انما انا بدي حاجه بسيطه على نادي الزرقاء. نادي الزرقاء نادي محترم، نادي كويس يعني من خلالكم يعني بقول للحاج سمير موسى المجهود اللي بيبذله مجهود غير طبيعي، بيحب الفرقه بطريقه غير طبيعيه، بتمنى لهم التوفيق واللي جاي يكون احسن ليهم ان شاء الله. اما بالنسبه لمنتخب السويس مع كابتن ميمي، اعتقد ان هو ليه تاريخ كبير معاهم، الفريق جاي بيأدي اداء كويس. كابتن ميمي كان في الدوري الممتاز دي بصمه كبيره جدا جدا مع فريق غزل السويس وحقق نجاحات كبيره. مدرب كبير بكل المقاييس. المدرب الفني لما يكون مستقر وهادي نفسيا وعنده ثقه بتنعكس على لعيبته، فاعتقد ان اللي جاي اسماء الماتشات جايه. وحته الجمهور يا دكتور ديت مش غريبه على اهالي السويس، انا كنت بتشرف ان انا لعبت في اسمنت السويس سنتين وجمهور غير عادي، ناس محترمين. خليني اقول لك يعني طبعا برضه دمياط موجوده، وكان الكابتن خالد جلال كان البعض اخذ عليه، قالوا ان هو صرح تصريح وقال ان دمياط مش من ضمن المنافسين في اتصال، قال لي مستحيل ان انا اقول كده، دمياط انا باكد ان هي فريق كبير جدا ومن اقوى المنافسين معانا في المجموعه. يعني المشكله يا كابتن خلاص احنا خلصنا هنا،
ان طبعا المريخ وبور فؤاد الحمد لله الحمد لله استطاعوا ان هم يلعبوا في اسبوع. حتى الان في الشرقيه مجموعه القسم الثالث، دكتور محمد كريم النهارده رئيس ابو كبير بيكلمني بيقول رئيس مركز الشباب الحسينيه، قال لي حتى الان مدير الامن رافض ان انا العب على ملاعب الشرقيه عشان هستضيف غزل بورسعيد وحقق منهم ازاي. فانا بقول مره ثانيه وثالثه يا جماعه ما ينفعش يعني نسقط انديه المريخ من الخريطه المصريه، انديه بورسعيد من الانديه المصريه او من الخريطه المصريه، ده صعب جدا. سواء كان النصر بورسعيد او سواء كان المريخ او بور فؤاد او الرباط والانوار او غزل بورسعيد، كل الانديه دولت ابناء مصر يا جماعه. وعندنا قاعده في الشرع جميله جدا تقول لك الحكم على الشيء بالمدخول عليه يعتبر خطا. يعني عندنا اهل بورسعيد حد قتل فيهم يبقى كل اهل بورسعيد قتله، ما ينفعش نسيب المحكمه هتصدر حكمها من 26 ولا بد ان نتقبله بكل الصور. لكن حتى الان لما الاقي مدير امن، وانا بشكر مدير امن الشرقيه انه سمح الاسبوع الماضي باقامه مباريات الدرجه الثالثه، لكن نظره يا سيادة مدير الامن انت قادر على استضافه اي فريق من اي مكان يكون موجود عندك في الشرقيه. معايا على التليفون الدكتور محمد كريم رئيس مركز الشباب الحسيني. مساء الخير يا دكتور. خير كابتن ايهاب. تحياتي وتحياتي للكابتن ياسر الكناني لحضرتك. تحياتي للكابتن ياسر الكناني. مشكلتك هل وجدت لها حل ام انها قائمه حتى الان؟ يعني يبدو ان هناك حاله من التخبط او العشوائيه في القرارات التي يتخذها اتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري قرر ان مسابقات القسم الثاني والثالث تبدا وان هناك موافقات امنيه، وفوجئنا بعد ذلك ان الامن يرفض استضافه اي ملعب اي مباراه على الملاعب الحسينيه. يعني اتحاد الكوره ما اعرفش بيضحك علينا او يعني استخفاف بالعقول. لعبت كم مباراه حتى الان يا دكتور محمد؟ لم العب اي مباراه على ملعب حتى الان. ويعني كم اسبوع عدى؟ اربع اسابيع؟ اربع اسابيع ولا الاسبوع الخامس. لعبت كم مباراه في الاربع اسابيع؟ لعبنا ثلاث مباريات في الخارج. يعني بتلعب بره ارضك دلوقتي؟ بلعب بره ارضي، والمباراه على ارضي باجلها لحين وجود ملعب بديل. سيد مدير الامن كان رده ايه على حضرتك؟ النهارده سيد مدير الامن رده على حضرتك ان انا مش هستضيف اي مباراه عندك لان انت بتلعب في مجموعه القناه، ومجموعه القناه دي فيها فرق من يعني مصر. يعني ايه مجموعه القناه؟ بره مصر؟ لا فيها فرق من بورسعيد. الكلام ده اتحاد الكره المصري الكلام ده اتحاد الكره المصري ما يعرفوش ساعه ما ادى قرار ان بدء مسابقه القسم الثاني والثالث مش عارف فيها انتهى فرق من بورسعيد. يعني اتحاد الكره المصري غير قادر، هذا الاتحاد غير قادر، يعني هو اجل من انه ينظم دوره صيفيه. طيب يا دكتور محمد اشكرك. بطوله الدوري العام اللي حددوا لها ميعاد يوم 2/2 مش هتبدا، بقولها على الهواء. لا لا لا، خلينا عندنا تفاؤل يا دكتور. باذن الله باذن الله الامور تستقر، وباذن الله يكون في دوري عام، لان يعني ده معناه استقرار مصر، استقرار مصر ان شاء الله، وباذن الله مشكلتك هيلاقي لها حل يا دكتور محمد. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد قريم رئيس مركز الشباب الحسينيه، سيد مدير امن الشرقيه. انت رجل محترم بكل المقاييس، وكان موقفك الاسبوع الماضي بعوده المسابقه واقامتك في ملاعب الشرقيه زي ما بقول لحضرتك، خلاص المريخ هيلعب في الاسماعيليه، والاسماعيليه واثق لا تستضيف المريخ وهتامنه. ايضا بور فؤاد هيلعب في القناه، فسيادتك مش اقل ابدا من السيد مدير امن الاسماعيليه. انت راجل لك قامه وفي تاريخك الامن مشرف، فبمقدورك بمشيئه الله ان انت تستقبل اي نادي موجود من بورسعيد، ان دولت ولاد مصر، دولت ولاد مصر. من الشرقيه سريعا قبل ما انتقل للمجموعه الاخيره، معانا نجم من نجوم الدرجه الثانيه، لاعب في اكثر من نادي سواء كان في الصعيد او في الشرقيه، الكابتن فتحي قاسم. عنده مشكله نبحثها عن حل. كابتن فتحي مساء الخير. مساء الخير يا باشا. سريعا يا كابتن فتحي، ايه مشكلتك بسرعه؟ والله يا دكتور كابتن المحافظ كابتن الوزير ربنا يخليه للعكس، وشتك وافق ب 15000 بتغيير الخط المدرج، وشتك المقاول جه يشتغل ناس وقفت. عندك مشكله عندك مشكله في الصرف الصحي ولا ايه؟ ولي شتك الصرف الصحي العشوائي واخد قرار ازاله بيه، وشتك الورق كله في المديريه، وعند ابراهيم بيت مشكلتك ايه في البيت يا كابتن؟ البيت واحده واحده يا كابتن فتحي، هل بيتك مهدد مثلا مهدد للسقوط؟ المجاري العشوائيه دي ضربه تحت البيت. وسيادتك عضو مجلس الشعب اللي هو الباشمهندس احمد شحاته جاب نفسه عند البيت وكلم ابراهيم ضيف امبارح، قال له سيادتك نفذ القرار الثالث.
بتاع الطاقه الصحي. انت لعبت في انديه يا كابتن فتحي؟ انا لعبت في نادي الكمال ولعبت في الالعموني ولعبت في صواج وغزه صواج مع الكابتن عصمه في الكيلوني ولعبت في نبروه. اشكرك اشكرك كابتن فتحي، وده طبعا نداء للسيد محافظ الشرقيه في اكثر من قرار ازاله لتعديل الخط الخاص بدل ما بيت الراجل ده، لانه مش لاقي يعني خالص، فبدل ما البيت بتاعه ينهار. وانا عارف محافظ الشرقيه من الناس المحترمين جدا، ان شاء الله يكون عنده الحل. كابتن ياسر اروح معاك للمجموعه الخامسه. طبعا هناخد البدايه مباراه البلديه مع الحمول اللي انتهت بفوز البلديه بست اهداف مقابل لا شيء. طبعا فوز عريض جدا وفوز منطقي، فوز منطقي. البلديه مع الكابتن طبعا مشير عامله نتائج طيبه جدا، بتيجي في المركز الثاني خلف طنطا مباشره برصيد 12 نقطه من 5 مباريات. طبعا قدامنا المباراه على الشاشه. المباراة زي ما قلت احرز الاهداف محمد ابو زيد واحمد الاشقر دقيقة 42 و45، محمد عبد الرازق حط هدفين، وحسام حسن وياسر حلمي كل واحد حط هدف، وطبعا فوز 6-0 للنادي البلدي. فوز منطقي كابتن ياسر؟ اعتقد في ظل المعطيات فوز منطقي جدا جدا، ان البلديه نادي مستقر. البلديه السنه دي دعم تدعيم كبير من اللعيبه، عنده جهاز فني محترم بقياده الكابتن مشير، عنده لعيبه كويسه جدا جدا. كان طبيعي ان هو يفوز في ملعبه على فريق الحمول. وغير كده ان خلينا اقول ان البلديه بيضم بعض اللعيبه مميزين جدا جدا، امثال احمد الاشقر. احمد لعيب كويس جدا عنده خبره، ومعظم اللعيبه لعيبه محمد عبد الرازق ومحمد ورد المحارب ورضا متولي. ورضا متولي طبعا هداف، ومحمد ابو زيد سموحه كان مع كابتن مشير سموحه وجابه، وحسام حسن. هم عندهم لعيبه كويسه. اعتقد ان البلديه بياخد خطوات كبيره، مكسب 5 ثم مكسب 6 ويا ليها على طول الحمام. المكسب بيجيب مكسب يا كابتن، خصوصا لما يكون في استقرار. اعتقد ان نادي البلديه من الانديه المحترمه اللي في المجموعه، اسمه برضه اسمه محترم، لها الدوري ممتاز. المباراه دي تسببت في تغيير المدير الفني نادي الحمول كابتن محسن، وجاي مكانه كابتن جمال الادوم المدير الفني السابق لفريق كفر الشيخ. وعلى المناسبه المباراه القادمه الحمول هتكون مع كفر الشيخ، يعني المدير الفني السابق يعني شايف التغيير كان حتمي في فريق الحمول. اعتقد ان يعني الكابتن التغيير ممكن يكون على اساس النتيجه ثقيله، ممكن يكون موجود، وراح لهم الكابتن جمال الادوم كان موجود قبل كده في كفر الشيخ. وكفر الشيخ برضو اول مكسب يحاول مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب قال لي الفرقه جايه وعنده فرقه محترمه جدا. مرات انت كان سابر المسيري غير موفق، لكن بدات العجله تدور مره ثانيه. وعجبني كابتن ايهاب ليه شخصيه وراجل محترم يعني انا كان ليا الشرف ان انا لعبت معاه في النادي المصري. كابتن ايهاب راجل محترم ليه فكر معين. اعتقد ان الظروف في كفر الشيخ كمان لو ربنا كرم وظروف ساعدته الفرقه جايه. والمجموعه ديت مجموعه معقده، مش هتعرف تحسب غير في الاخر. هرجع لكم نكمل في المجموعه دي، لكن عندي لقاءات ما بعد مباراه البلديه والحمول نشوفها ونرجع نكمل مع الكابتن ياسر كنان. بعد اللي شفناه في الشوط الاولاني، لو بلديه المحله اشتغلت على اللي هو بتعمله على الجناب والكلام ده طول الماتش، الغلطه بتاعت الجول هي اللي وصلت النتيجه لكده. واحنا نازلين في الشوط قايلين للاعبتنا برضو ان احنا هندافع من نص الملعب بالك، انما الاخطاء مع لعيبه صغيره في السن خبرات قليله، وده اللي احنا هنتغاضى عنه ان شاء الله في الدور في فتره القيد الثانيه ان شاء الله. في واحد عندنا مجموعه لعيبه مجلس الاداره والجهاز الفني تعاقد معاه بالفعل ان شاء الله يكون فرقه الحمود احسن من اللي شفته النهارده. الحمد لله والشكر لله كابتن على المباراه النهارده. النهارده كابتن اللعيبه عندنا عماره صغيره من 20 سنه و24 سنه، فاللعيبه ما اتحطتش في ضغط قبل كده في الماتشات زي ديت، ماتشات البلديه والمنصوره. لسه لعيبه جديده في الدوري في الماتشات دي، وكنا احنا في اول الدوري الناس ما كانش ما حدش عارف ظروف البث فيها دوري ولا مفيش دوري.
فاحنا ان شاء الله من الاسبوع الجاي ان شاء الله في لعبه كتير جت عندنا الحمد لله وهتبتدي باذن الله وهيبقى في صفقات كويسه ان شاء الله والحمول من الماتش الجاي باذن الله هتظهر بصوره كويسه ان شاء الله. انا كنت بادئ كنت بادئ الله يبارك فيك. انت جبت في الشوط الثاني ده في اخر الوقت الحمد لله ربنا كرمنا واحنا تعبنا عن غير اي فرقه ثانيه تعبنا كتير وعملنا فتره لعب كبيره جدا ومعانا جهاز فني محترم واحنا لعيبه الحمد لله لعيبه مجموعه متكامله الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله بصوره باذن الله كابتن مصطفى باذن الله. اولا بقول اعرض لك الحمول يعني ودي رياضه واحنا بنتقبل كل نتائجها واحنا الحمد لله يعني لو سالتني هقول لك انا كنت اتمنى اخد الثلاث نقاط يعني وهي بتبقى توفيق للولاد والحقيقه الحاجه المهمه بس يا كابتن مصطفى حاجه مهمه ان احنا بنحاول لان احنا حصل لنا دروب كده في العمليه التعجل في احراز الاهداف في ماتشات من قبل ماتش زفتة يعني وعدم الدقه في الاناء فدي سببت لنا مشكله في مباراه شربيك. الحقيقه بدا كله يعود وبقت العمليه دواره يعني بدون ما يبقى احنا في اعتماد على مين بيحرز هدف دي بره العمليه خالص واخد بالك احنا هتجد الليبرو بيسجل والسندباك بيسجل نص الملعب والاطراف وكل الناس بحيث ان احنا مبقاش في اعتماد على واحد في عمليه التهديف والحقيقه دخلوا هم جوه العجله يعني مشيت العجله معاهم اتمنى ان هو يبقى فيه استمراريه لهذه المسيره ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين بدا فيه تحسن نسبي بدا يظهر على فريق من فوزنا الماتش اللي فات على زفت 5-0 والحمد لله كنا نتوقع السنه النهارده برضو ان احنا ممكن نكسب 3-4 بس الحمد لله الرجاله عملوا مجهود كويس وقدر يجيبوا 6-0 الحمد لله رب العالمين يعني فدي نتيجه مبشره ان احنا باذن الله في تقدم وان شاء الله هنحجز مقعدنا باذن الله في دور ممتاز ان شاء الله. الحمد لله على النتيجه يعني احنا كان عندنا نقص النهارده في الهجوم كان عندنا اصابات كتير فالكابتن قال لي اول مره العب في المكان ده فالكابتن قال لي ركز في المكان ده عشان لو ربنا كرم اكون نزلت تبقى تأدي فيه فالحمد لله الواحد كان مركز من بدايه الماتش فاستنيت الفرصه اللي جيت ونازل كان عندي يقين بالله اولا ان شاء الله وثقه الجهاز الفني فيا ان انا ان شاء الله اقدر اعمل حاجه فالحمد لله ربنا كرمني بالجونين يعني الحمد لله. وتفوز بلديه المحله بنص دسته اهداف على الحمول ويرتفع رصيد بلديه المحله الى 12 نقطه يحتل بها المركز الثاني حتى الان بعد طنطا ويواصل تالق الفريق الى الصعود للدوري الممتاز هو وطنطا ونشوف مين الثالث معاهم ده اللي هنشوفه خلال المباريات القادمه. من استاد بلديه المحله مصطفى بامر لاستاد بلدنا. جزيلا للكابتن مصطفى ابو عمر. يعني الكابتن مصطفى السموري شفته في المباراه بصراحه هو اعتبر اسم مجلس الاداره السابق ما فيش مباراه للبلديه الا لما بيكون موجود فيها ومعه طبعا المجلس الجديد بحييه الاستاذ محمد الالفي المتواجد ايضا خلف الفريق على طول. كابتن ياسر مباراتك مع زفت كانت فيها مشاكل وقبل ما اتكلم انا عاوز اقول العجله ضارب لا نكمل المشوار او نوقف لا نكمل لا نوقف مره ثانيه ما ينفعش بأي صورة من الصور واتفقنا من هنا قلنا يا جماعة لازم يكون في روح رياضية لازم يكون في صبر حتى لو أنا الحكم مايل علي شوية كده ولا كده أصبر ما نزلش الملعب ما أعملش إثارة اللي حصل في مباراة زفتة اللي انتهت الكابتن ياسر 1-1 أيوة. طبعا كان الكابتن إكرام عبد العزيز المدير الفني بشخصيات المحترمة كان موجود معنا هنا من أسبوعين كان في ضربة جزاء لم تحتسب لنادي زفتة كابتن إكرامي طبعا هو كان مطرود في المباراة اللي قبل كده ما كانش موجود في الملعب نزل أرض الملعب وهنشوفه في اعتراض غير لائق تماما بنجم زي إكرامي عبد العزيز بأخلاقه وابن جمهوريته وغازي المحلة في منتخب مصر طبعا ده عن موقع منصورة نيوز بشكر الزميل الأستاذ حسن صبري اللي مدينا بالصور دي وطبعا اللي هو إبراهيم مجاهد كان في مداخلة معايا او في مكالمة هاتفية بالامس طبعا ده اكرام قدامنا اهو بيحاولوا يطلعوه الراجل قال لي ما ينفعش وانا عاوز اتكلم لكن النهارده طبعا بنتمنى له الشفاء لان اللي هو ابراهيم مجاهد عنده ازمة وطبعا ما كان موجود في المستشفى النهارده في العناية المركزة الف سلامة على قيمة قدامنا في الصورة طبعا سيادة اللواء ابراهيم مجاهد في المقابل لما حصلت الازمة دي عاوز اتكلم كلمتين الاستاذ مصطفى الشربازي ده رئيس نادي زفت كان موجود في المدرجات حب ينزل عشان يحل الأزمة
الراجل هو نازل وقع من المدرجات مسافة 30 متر، فحصل له شرخ في الفقرة الثانية في العمود الفقري. ألف مليون سلامة. الغريب في الأمر إن في سيارة إسعاف موجودة في الملعب بتاخد 250 جنيه عن كل مباراة. لما جم ينقلوا الأستاذ مصطفى الشباجي في سيارة الإسعاف، المسعف والسائق رفض. طبعا ده إكرام قدامنا على الهواء، ما ينفعش أبدا، ما ينفعش. وأنا أقصو عليك لأن أنا عارف نجوميتك وعارف أخلاقك يا كابتن إكرام، وعاوزين العجلة تمشي زي ما قلت. فسيارة الإسعاف مرة تانية جم ينقلوا فيها الأستاذ مصطفى الشباجي رئيس النادي، المسعف رفض وقال لازم تدفعوا كمان 250 جنيه. ليه؟ قال لأنه مش لاعب من اللاعبين. فطبعا الحالة بهديها ليه وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية. سيارة الإسعاف يعني معالي الدكتور رفضت تشيل حالة من الملعب رغم ان هو رئيس النادي، وقال ده مش لاعب لازم يدفع 250 جنيه. مش عارف واحد مريض وعنده حادثة وبعدين ما شيلوش. معايا على التليفون الأستاذ مصطفى الشباجي، قطع التليفون. ناسفين كابتن ياسر، تعليقك على الأحداث اللي حصلت. دكتور يعني معلش انا هستفيد في اللقاء دوت لان انا يعني ده لقاء المنصوره وزفته، مع احترامنا الكامل لفريق زفته. الموافقه جايه، موافقه بدء الدوري ان المباريات تقام بدون جمهور، والماده 11، الماده 11 موجود فيها دكتور ايهاب ان في حاله اقامه المباريات بدون جمهور بناء على تعليمات الجهات الامنيه ودخول اي من الفريقين ودخول اي جمهور من الفريقين داخل الملعب تحتسب عقوبه 0-2. انا عايز اقول حاجه، يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده ماتش من غير جمهور؟ لو رجعت شويه هتلاقي جمهور زفت دايما بيبقى موجود في يعني فوق. لا دكتور ايهاب، لو رجعت شويه هتلاقي جمهور جوه الملعب، يعني فوق اوقاتك ده. خلينا اقول حاجه، ده البوتيكات دي جزء من الملعب، جزء من الملعب. تعتبر خارج، تعتبر خارج. خارج يا دكتور، الخارج في اسوار، اللي على الشمال خارج، انما هنا ده البوتيكات جزء. وبعدين كل العدد اللي موجود ده من الجمهور، اعتقد ان المباريات في ملعب زفته الماتش بجمهور. شوف اللي انت شايفه ده دكتور. انا عايز اقول حاجه، الامن دولت يا كابتن ياسر. انا لا دكتور، يعني اعتقد ان الصوره ما بتكذبش، وانا عارف ان يعني اللي حصل ده حصل حاجه بصراحه حاجه صعبه جدا. ده جو لا يصلح لي. اللي انا عايز اقوله يا كابتن ياسر، احنا كلنا اللوائح لابد ان تطبق على جميع، مع احترامي الكامل جمهور زفته جمهور متعاطي كره القدم، وببقى سعيد جدا لما بشوفه فوق طبعا هو خارج الملعب، لكن كون حد ينزل الملعب ده ابدا ما ينفعش، ولازم اتحاد الكره يكون حازم، لان احنا لو عايزين المسابقه تستمر لازم يكون في حزم. معايا على تليفون من داخل المستشفى الاستاذ مصطفى الشرباجي رئيس نادي زفته. الف سلامه يا استاذ مصطفى. الله يخليك يا دكتور وهاب. الف سلامه على حضرتك. الله يخليك. طمني، الاصابه وصلت لفين يا فندم؟ نعم، الاصابه وصلت لغايه فين؟ كسر في الفقره القطنيه في العمود الفقري. الف مليون سلام على حضرتك. الله يخليك. المسعف ما قدرش ينقل حضرتك في عربيه الاسعاف قبل ما تدفع. وسعادتك الاسعاف السنه اللي فاتت بتاخد 50 جنيه. السنه دي صمموا ياخدوا 250 جنيه. واحنا انديه فقيره وكل الجهات بتاخد مننا فلوس. تمام. اداره الملعب مركز شباب بياخد 11 جنيه. لما نعمل استبدال لاعب ندفع 2000 جنيه. تمام. المنطقه بتاخد 1% مننا، انا مش عارف اجيب الفلوس منين والله. ودفعت كمان 250 جنيه زياده للاسعاف. رغم ذلك الاسعاف قال لا انا خط سيري من الملعب للمستشفى. امال انت كان هيوديك البيت مثلا؟ هيوديك مستشفى. انا راجل مثقف، هروح المستشفى ما فيش جهاز اشعه. قلت له ودينا على جهاز الاشعه وبعدين اروح المستشفى. قال لا، تعليماتي لخط سير لازم ادفع كمان 200 جنيه. ومعايا الوصل. ولا تضلين امين. وحتى كان الوصل يروح يغير خط سير. لا لو راح خط سير تاني تحصل مشكله، تحصل ازمه. لا طب الدنيا هتوقف. طب اللعبه اللي مقسوم ما فيش جهاز اشعه في المستشفى. وهو عارف ان ما فيش جهاز اشعه. الدكتور هيبص عليه ازاي؟ قال لما بالاشعه، الراجل المثقف لازم يعمل كده، يطلع الاشعه فورا. كفايه على الكابتن اكرام كده، عشان انتوا كده يعني بتقولوا لجنه المسابقات والكابتن هيبقى قطع. الكابتن اكرام بيعز علينا، كفايه كده. بعدين يقولوا لسعادتك للمنطقه، قولوا للاتحاد يخف علينا في الفلوس شويه، احنا عاملين عايزين نعمل استبدال اثنين لاعبين ندفع 4000 جنيه، عايزين نحسن مركزنا، احنا مهتمين بالكوره.
ان شاء الله. الفلوس عندنا مفيش، نعمل ايه؟ احنا هنتابع معاك استاذ مصطفى، والف مليون سلام على حضرتك مره ثانيه، واشكرك مره ثانيه، وطبعا ده نداء لجماهير زفت، الجماهير العاشقه لكره القدم اللي احنا يعني شخصيا بعزها جدا وفيها ناس واعيه جدا، يا ريت لا نشاهد مثل هذا المشهد مره ثانيه. كابتن ياسر، انا متاكد ان المنصوره في طريقها للعوده مره ثانيه، حضرتك دلوقتي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد 6 مباريات، طبعا يسبقك على طول سمنوت برصيد 9 نقاط. دكتور طبعا يعني احنا بنتمنى لاسم مصطفى الشفاء، وربنا يا رب يشفيه كده، وزي ما بنتمنى لسياده اللي هو والد الروحي الشفاء ان شاء الله، عنده وعكه صحيه كده بسيطه، ربنا يكرمه ويقوم بالسلامه. بنقول ان المنصوره في الموقع في الترتيب الرابع دلوقتي، وانا بطمن جمهور المنصوره بقول لهم ان شاء الله الفريق جاي جاي، يعني بشهاده كل الناس ان الفريق بيأدي اداء كويس الى حد ما، في سوء توفيق، انما سوء التوفيق مش هيستمر على طول. جايين بكل تاكيد، واحنا معاكم. قبل ما اكمل معاكم اللقاءات هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن ياسر فينا. شكرا.